طيب اخيرا يا كريم، عايز اسالك على ازاي الجهاز الفني استقبل خبر تاجيل المباراه النهائيه ليوم 27، وخصوصا ان هو كان حاطط برنامج للمرحله اللي جايه بما فيها يوم 6 اللي كان مقرر فيه اقامه المباراه النهائيه، وهل البرنامج فيه تعديل خلال الفتره اللي جايه تحديدا بعض الاجازات، لان انت هيبقى عندك مساحه من الوقت بعد مباراه اليوم حتى مباراه يوم 27؟ بالتاكيد طبعا، يعني من خلال رؤيتنا، من خلال معرفتنا ببيتسو موسيماني، هي فتره قليله جدا، لكن الراجل كان حابب ان تكون المباراه النهائيه في ميعادها، لان النادي الاهلي كان مركز بشكل كبير جدا وكان بيستعد بكل جديه وبكل قوه، واللعيبه كمان كان عندها رغبه كبيره جدا ايا كان الطرف اللي هيكون متواجد، سواء نادي الرجاء او نادي الزمالك، ايا كان الطرف، لعيبه النادي الاهلي كان عندها هدف كبير، وحتى هذه اللحظه الهدف موجود. أكيد. بطوله التاسعه هي حلم كبير لكل اللعيبه والجمهور ومجلس الاداره، فالامر ده كان مهم جدا. اكيد طبعا خلاص، يعني الكل بيحترم هذه القرارات، لكن كبيتسو موسيماني وكجهاز فني سيد ابو حفيظ كمجلس اداره كلعيبه بشكل عام، كل كان بيتمنى تكون المباراه في ميعاد. عندنا متسع فعلا من الوقت كبير جدا، هيكون بقى كل الامور دي هتتم حسمها عقب انتهاء مباراه اليوم. من الواضح ان بيتسو موسيماني هيدي فتره راحه للعيبه، بس مش هتبقى طويله، لان لسه برضو مباراه الكاس لينا، برضو عندنا انت عارف مباراه في الكاس، لكن الامر ده لم يتم حسمه حتى هذه اللحظه. لكن ان شاء الله باذن الله الايام القادمه دي، كنا بس بنتمنى ان المباراه كمان تكون يوم 6، لان عندنا لعيبه رايحه المنتخب، وعندنا علي معلول هيكون متواجد، جيرالدو، مش عايزين اي امور تعكر صف الفتره اللي جايه على فريق النادي الاهلي يبقى في اي حاجه اجهاد او اصابه او كده. لكن ان شاء الله يعني نقدر نقول قدر الله ما شاء فعل، والقادم يا رب ان شاء الله يكون افضل للنادي الاهلي ولاعبتنا قبل يوم 27 باذن الله. ان شاء الله. مباراه برج العرب، من الواضح طبعا كالعاده طبعا ان يكون في معسكر مغلق قبل المباراه بثلاث ايام، تدريب هيكون 48 ساعه هناك في الاسكندريه. يا رب ان شاء الله كل الامور تكون مهيئه لنا يا امير في هذه البطوله باذن الله. الاهلي جاهز للمباراه النهائيه ايا كان وقتها امتى باذن الله تعالى. كريم، انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي والمتواجد في مقر اقامه الفريق قبل مباراه اليوم امام طلائع الجيش، وقال لنا تفاصيل مهمه جدا بتخص الفرقه خلال الفتره اللي جايه.